دلعة الله شاب من بلدة غويران في الحسكة سلمت نفسها للجهات المختصة بعد تعاملها مع العصابات الإرهابية، طالبت من غرر به بالعودة إلى جادة الصواب وتسليم نفسه. أنا اسمي هند دلعة الله، بدرس سنة أولى اقتصاد من الحسكة من غويران. بداية انتسابي أنا كنت من غويران، كان في حاجز لجيش جنبنا بغويران، فكان في بيت أحد أقربائنا جنب قلب الحاجز، كنت ارتد لعندهم، وكان لي رفقات كمان بالحاجز عساكر روح زورهم وتردد يعني وقف معهم وهيك. فشوفني المجموعات اللي بتشتغل بغويران مع جيش الحر والكتايب، فاستدعاني واحد منهم مدعو أبو قصي نضال أحمد، طلب مني إنه قال لي إنه أنت مهددة إنه راح يقتلوكي جبهة النصرة لأنك عم تترددي على الحاجز وخاين الشعب. فأنا قلت له لا أنا ماني هيك، وأنا ما عم أعطي اسم حدا، وأنا فعلا ما كنت أعطي اسم حدا. فهددني قال لي إنه نحن رح نقتلك إذا ترددي على الحاجز وما اشتغلتي معنا، اثبتي لنا إنه أنت ما بتشتغلي مع الدولة، بدك تساعدينا بإرسال الرسائل لعناصر الحاجز من أجل الانشقاق. فأنا اقتنعت ووافقت طبعا تحت التهديد، هني هددوني وضربوا لي سيارة بابا وهددوا لي عمي كمان، رادوا يخطفوا هو وبنته والسيارة. فاضطريت وافقت مبدئيا وبلشت اخذ منه الرسائل وصل لعناصر الحاجز، طلبوا مني انه ساعدنا اختطاف عسكري من حاجز كمان ضابط كان انه بدي استجره وطلعوا من الحاجز بطريقة او بالتانية. اعطوني هوية بعد فترة، قالوا لي انه فيها شريحة لرصد الموقع مشان يرصدوا موقعي وين ما بروح وين ما بيجي، حتى اذا ما كان في شبكه، مشان اذا ارتديت على الامن او رحت على فرع من فروع الامن هن بيعرفوا، مشان انه خلص انه انا بعتبر خاين. كان بخوفني فيها، وقت اللي جيت على الفرع طلعوه طلعت شريحه سريتين، نتيجه انه كانوا ما يكذبوا علي. نسبوني للواء الامويين كتيبه الفرقان سريه اسد اميه، استخبارات وظيفتي كانت. طبعا انا فورا مشي بقول لي ابو قصي فورا منفذ، يعني باب ناقشه ليش او لا او هيك، فورا يعني مشي بتروحي بتجي خلاص، يعني بس اللي انه اليوم بدك تروحي معي زياره، رحت معه كان معسكر للتدريب، دربت انا وبنتين كانوا معي، بنت اسمها ربا درويش وبنت اسمها ديما المسلط، ثلاثتنا كنا من الدرب، كانوا في شباب كمان معنا يتدربوا اثنين، واحد اسمه محمد بكر وواحد اسمه ما بتذكر اسمه. تدريب على شو؟ تدريب على كل شيء، كانوا يدربونا على يدربوا على الروسية وعلى المسدس وعلى القاذف، كانوا الشباب يدربوا على القاذف، يعني كيف يحطوا الحشوة بالقاذف كيف يرجعوها كيف. وين مقر التدريب؟ مقر التدريب جنب الفيلات الحمر، كان في منطقة اسمها الفيلات الحمر، بعدها في بيوت هناك، كان في مزرعة وبيت لشخص اسمه حامد، هناك كانوا مستخدموا للتدريب. هني كتائب متعددة، يعني كانوا بعضهم يروحوا على حلب عمان بيجيبوا ذخيرة يوصلوها على مناطق تانية مثل راس العين شدادي، كانوا ما ينفذوا عمليات مثلا يكون موظفين بالدوائر الحكومية عندهم سيارة مثلا بيلحقوا للزلمة بيشلحوا سيارته، يعني بيهددوا بينزلوا من السيارة. إذا كنت مبلا سمعت إنه في مدير المياه عادل انقتل، هددوه انه اعطينا السياره ما اعطينا اياها، ما قبل بطل يعني ما قبل معن اكثر من مره، فاضطروا اخر شيء يلحقوه وقتلوه وشلحوا السياره. طبعا اللي انقتل سائقه وليس مدير المياه، ما بعرف بالضبط بس انا سمعت بعدين، يعني انه بس انا بعرف انه مجموعه ابو قصين اللي عملوا هاي الشغله. مثلا الحجز عندنا بغويران كمان هجموا عليه وطلعوا الموتورات منه. عمليات الخطف كانت تتم فقط للعساكر ام للمدنيين؟ لا كمان للمدنية، كان الأطباء اللي حدليتهم المادية جيدة، المهندسين مثلا، كان عميد كلية الاقتصاد خطفوه هو وسيارته وبعدين رجعوا وأخذوا السيارة وفاوضوا عليها مصاري، والأطباء يعني كان كمان في طبيب بس ما بتذكر اسمه، كان لأنه إني أكثر من طبيب يعني تهددوا وانخطفوا، يعني تقريبا 5 مليون 10 مليون هيك بفاوضوا مبالغ. أنا من خلال احتكاكي بالمجموعة شفت إنه هني ما في ثورة حقيقية، نحن كل الثورة اللي بلشت سرقة وتهديد عساكر، خطف عساكر، خطف ضباط، تهديد لأطباء، حتى أطباء ما ضل عنا، ولا المشافي ما في أطباء، كلهم بخافوا وهربانين وشي مهددين، بالنتيجة عم بندمر بلدنا.
وفي حمص